ماتش الاهلي وسيمبا. طبعا. ايه الاخبار؟ ماتش خساره يعني، كان النتيجه ممكن تكون احسن من كده، ولكن بنقول الحمد لله برضو. ضيعنا فرص كتيره قوي، مش فرص، اهداف محققه في 3 4 كور كانوا يسهلوا لنا الماتش التاني بشكل كبير. لينا ضربه جزاء اللي انت اتكلمت عليها في الانترو، شايفها ان هي ضربه جزاء برضه؟ طبعا محدش مش شايفها ان هي ضربه بس جزاء. ضربه جزاء عايزه لعيب، عايزه حكم يعني موهوب شويه، يعني هي كانت قدامه على طول، ما تفهمش ايه اللي بيحصل في موضوع التحكيم، سواء بقى على مستوى مصر او على مستوى افريقيا، بنشوف حاجات برضه يعني. هات لي الصوره لو سمحت يا سمير، الصوره بتاعت ركله الجزاء وانت بتتفرج كده، الحكم اللي هو اللي فيها، الحكم شايف يعني زاويه الرؤيه يعني هو قدامه كده بالظبط، يعني ما فيش ما يدعو ان هو يا كابتن بص يعني بص للحكم، يعني زاويه الرؤيه واضحه بشكل كبير جدا، الكره قدامه، يمكن ما بصش على رجلين اللعيبه لان هي الكعبله جت في رجل كهربا، هو باصص فوق ما تفهمش ايه اللي بيحصل يعني، ما طلع شافها في الفار ورجع برضه ما حسبهاش، ورجع ما حسبهاش. طيب يبقى هنقول ايه بقى؟ معلش احنا بعد كده مش عايزين نسيب نفسينا نتيجه اي ماتش نسيبها للحكام، يعني نخلص اي ماتش بنتيجته تكون في صالحنا، بحيث ان احنا لو في اخطاء يعني ما تعطلناش، ولكن خساره النتيجه يعني نقدر نقول مقبوله، بنلعب بره ملعبنا، تعادل 2-2، اي نتيجه في الماتش بتاع يوم الثلاث باذن الله مكسب، طبعا ده نمره واحد، ولكن عندنا فرص كتيره، ولكن باذن الله مستنيين من لعبتنا ان هي تعمل مباراه كويسه، المباراه مش هتبقى سهله، وانا بايدك زي ما انت قلت مش هتبقى سهله، لازم البدايه بتاعتنا تبقى بشكل قوي جدا، فرقه سيمبا بتمتلك خط هجوم نقدر نقول فوق الجيد، ولكن عندهم مشاكل في خط الدفاع، وبالنسبه لحارس المرمى عندهم مشاكل كتيره جدا، لو اتضغط عليهم بشكل هجومي مكثف في التلت الهجومي بتاع فرقه سيمبا هنقدر نخليهم يرتكبوا اخطاء، ونقدر نسجل باذن الله ونعمل سكور كويس وماتش كويس باذن الله. اهم السلبيات اللي يجب ان هو كولر يتكلم فيها مع لاعيبته ان هم يصلحوها قبل يوم الثلاث. اول حاجه اهدار الفرص، ما ينفعش دي مش فرص، دي اهداف محققه، في فرق ما بين ان انا في فرصه بتبقى مثلا حد من المدافعين بتاع الفرقه الثانيه مشاركني فيها ضغط عليا، وفي فرق ما بين فرصه ما فيش ضغط عليا وانا ببقى مستريح فلازم اجيبها جول، فدي اول مشكله لازم يعالجها مستر كولر، ازاي استثمار الفرص، لان احنا دايما بنتكلم الفرق الكبيره بتجيب اجوان من انصاف الفرص. نمره 2، نقطه بقى مهمه جدا، اتفضل. اهم 3 اوقات في اي ماتش، البدايه وبدايه الشوط الثاني واخر 5 دقائق او 6 7 دقائق في الماتش، تمام، لازم يكون درجه تركيز اللعيبه مش 100% 200%. يمكن احنا جه فينا جونين بدايه الشوط الثاني، جه فينا في 8 9 دقائق او 10 دقائق جه فينا هدفين، ده يبقى من الواضح ان اللعيبه لما دخلت اوضه اللبس واحنا كسبانين 1-0 نزلوا الشوط الثاني في شيء من الطمأنينه وعدم التركيز، ادت ان احنا استقبلنا هدفين في 10 دقائق، وده طبعا مش مقبول بالنسبه للعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي. فدرجه التركيز لازم من البدايه وبدايه الشوط الثاني وقبل النهايه، دول اهم 3 فترات لازم اللعيبه تكون مركزه فيها بشكل كبير جدا. ابرز التفاصيل الفنيه اللي حضرتك شايفها في فريق سيمبا. سيمبا فريق يعني نقدر نقول هو متوسط. اوكي. عنده مشاكل بالذات في خط الدفاع، الناس المدافعين، نص الملعب، عندهم لعيب رقم 6 بطيء جدا، نجومه، متهيألي اسمه نجومه، رقم 6 طويل هو كده، اللي هو بيلعب مدافع يعني الديفندر بتاعهم، ولكن الريتم بتاعه بطيء جدا، خط الدفاع مش على مستوى عالي، كل ما الكره بتتحرك قدامهم في التمركزات بتاعتهم بيغلطوا وبيقفوا غلط بشكل كبير جدا، نقدر نستغله، ولاعبتنا الثلاثه الفراوده اللي قدام اللي هم دايما بيدونا تقل هجومي بشكل كبير جدا، لو استغلوا هذا الكلام واتضغط عليهم في التلت الدفاعي بتاعهم هنستثمر وهنجيب اجوان باذن الله كتير.